حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الموبايل مباشرة على الطوابع الكانون بيكسيما SG540 بدون ما تستخدم الراوتر الواي فاي ولا تستخدم اي كابل. يعني هعلمك ازاي تطبع المسندات او الاوراق من الموبايل، وكمان هعلمك ازاي تطبع صورة فوتوغرافية عالية الجودة من الموبايل. وعشان ما اطولش عليكم يلا بندخل في الموضوع على طول. اول حاجة بنعملها بنيجي عند الزرار ده ونثبت صباعنا كده لحد ما الشاشه تتغير معانا، اهو بروسيسنج يعني جاري المعالجه. واول ما يظهر لك الكلام اللي بيتحرك قدامك ده هنروح الموبايل ونعمل خطوه بسيطه. فيلا بينا. اول خطوه معانا هنروح للبلاي ستور او الاب ستور اللي موجود في موبايلك، ونكتب في البحث هنا كلمه كانون بالطريقه دي، ثم نختار سيرش. هننزل تحت شويه كده لحد ما يجي لك اختيار اسمه كانون برنت، ولون البرنامج ابيض، نختاره عادي جدا كده، ثم نختار تثبيت. وطبعا الخطوه دي لازم تكون رابط الموبايل بالراوتر او ببيانات الهاتف عشان نقدر ننزل ونثبت. بعد كده مش هنحتاج النت ولا بيانات الهاتف. وبعد ما البرنامج ثبت معانا ما نفتحوش خالص، نقفله كده تمام، ونيجي عند قائمه الشبكات نفتحها عادي جدا كده. هتلاقي الطبقه بتاعتك مكتوب عليها كانون اي جي وارقام ثم جي 500 سيريز، بتختارها كده عادي جدا وتنتظر لحد ما يقول لك تم الاتصال. اهي الشبكه متصله بالجهاز، يتعذر توفير اتصال بالانترنت. في الحاله دي بنخفي القائمه عادي جدا وبنروح على برنامج كانون اللي احنا نزلناه، نفتحه عادي جدا، نختار اوكي، ثم نختار اثناء استخدام التطبيق السماح. السماح بيظهر لك الخطوه دي، بتختار اخر اختيار لونه اخضر ومكتوب عليه ماي راوتر از نوت ان ذا ليست، بنختاره عادي جدا كده، ثم بنختار يس. ثم بيجي لك الرساله اللي قدامك دي، والصفحه دي مهمه جدا جدا، بتعمل لها سكرين شوت كده تمام، وبتحفظها في البوم او استوديو الهاتف تمام. الصفحه دي عباره عن باسورد او كلمه مرور، اي حد هيحب يشبك اي موبايل بالطبعه الشبكه هتطلب منك باسورد، فانت بتدي له الباسورد اللي قدامك ده وبيقدر يطبع بكل سهوله. طبعا الخطوات اللي فاتت دي بتعملها في حاله واحده بس، لو انت اول مره توصل الموبايل بالطبعه، لكن بدايه ربط اي موبايل بالطبعه بدايه بالخطوه دي. هنختار كوبي باسورد. طبعا ظهر لك في شاشه الطوابع رساله كده، بتتك على اوكي تمام، مع العلم ان الباسورد دوت متغير من طبعه لطبعه ثانيه، مش كله باسورد واحد. وبعد ما اتاكدت انك عملت كوبي باسورد هنروح تاني لقائمه الشبكات كده تمام، هتلاحظ ان اسم الطوابع اتغير، بقى اوله كلمه دايركت ثم ارقام ثم جي 500 سيريز، بتختارها عادي جدا كده. بيطلب منك كلمه المرور اللي انت حفظتها سكرين شوت في البوم الهاتف، وانا عملتها كوبي باسورد، بفرغها عادي جدا كده وبعمل اتصال. وزي ما اتعلمنا ان من الخطوه دي هتبدا تربط الموبايل على طول، اما الخطوات اللي فاتت دي لو انت هتفعل الطبعه لاول مره. فاي حد بيطلب منك ان هو عايز يطبع من الموبايل بتدي له الباسورد دوت وبيختار دايركت وبيدخل الباسورد في خانه كلمه المرور. هنقفل الصفحه دي عادي جدا كده تمام، ثم بعد كده بنفتح برنامج كانون تاني كده بالطريقه دي، بيظهر لك الرساله اللي قدامك دي تمام، بتختار اديت سويتش او بتعمل سيرش عامه، بتختار ريجستر برينتر، هتلاقي طبعا قدامك اهي جي 500 سيريز، بنختارها عادي جدا كده وبتنتظر بس بعد الثواني لحد ما يفعل الطبعه اهو كلوز. ومجرد انك تظهر لك الرساله دي او الخطوه دي معناه ان الموبايل اتعرف على الطوابع بنجاح. بنقفل الصفحه دي عادي جدا ودي كمان، وبكده ثبتنا تعريف الطوابع من الموبايل. طب دلوقتي ازاي نطبع؟ الموضوع بسيط جدا، هنختار اي ملف وورد عندك او بي دي اف او اي ملف انت عايز تطبعه. وعلى سبيل المثال هختار مرحبا بي كده اهو، الملف ده انا عاوز اطبعه، وخطوات الطباعه واحده، هنعمل مشاركه او شير، نختار الرساله نسخه، ثم نختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه اهوت، ثم نختار يس، ثم هنختار نيجست، ثم هنختار اوكي، ثم هيظهر لك الخطوه دي، هنعمل برنت. زي ما انتم شايفين البرنتر اخذ امر من الموبايل.
وزي ما انتم شايفين طبعنا الاوردر اللي موجود في الموبايل بكل سهوله اهي زي ما انتم شايفين. طب دلوقتي البرينتر طبعت لي الورق بالالوان، عاوز اطبعه بالابيض واسود مش محتاج الوان. الخطوات ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، هنختار مثلا نفس الملف، هنعمل مشاركه او شير، ارسال نسخه، برنامج كانون، نختار يس، ثم نختار نيكست، ثم نختار اوكي. هيجي لك الخطوات اللي قدامك دي. لو ضغطت على ايقونة برنت يبقى انت هتطبع كده بدون ما تعدل اي حاجة، تمام؟ فاحنا عايزين نعدل في اي حاجة، وفي نفس الوقت عايزين نعرف ايه الاعدادات اللي قدامنا دي، تمام؟ هنختار change settings، تمام؟ اول حاجة مكتوب عليها copies، ودي عدد النسخ، معاك من نسخة لحد 100 نسخة، تمام؟ بتختار النسخ اللي انت عايزها. تاني اختيار لو عملت عليه صح كده بتكنسل جميع الاختيارات الباقية، تمام كده؟ فشيل الصح دي عشان نشوف بعض الاختيارات. الاختيار التالت بيبر سايز، وده حجم الورق. حجم الورق اللي احنا بنطبع عليه هو A4، وهي متظبطه على A4. لو انت عندك حجم ورق تاني غير A4 بنختار بيبر سايز وبتختار حجمه. في هو 4×6 اللي هو 10×15، في B5، في A5، فبتختار حجم الورق المناسب بكل سهوله. رابع اختيار ده مالناش دعوه بيه. خامس اختيار وده اختيار مهم جدا واسمه ميديا تايب، وهو نوع الورق. نوع الورق اللي احنا بنطبع عليه اللي هو الورق المستندات او ورق المذكرات المدرسيه او الورق ال 80 جرام، ده اسمه ورق بلان بيبر، وهي متعلمه على بلان بيبر افتراضيه. ولو انا بقى بطبع على ورق صور فوتوغرافيه عالي الجوده فده اسمه ورق جلوسي. ففي الحاله دي لازم نغير نوع الورق. بنختار ميديا تايب كده ونختار تاني اختيار فوتو بيبر بلس جلوسي 2، تمام قوي كده. لكن لو انت بتطبع على ورق مدارس اللي هو ال 80 جرام فانت بتختار بلان بيبر. سادس اختيار معانا وهو كلر مود، وهو ده اللي احنا جايين عشانه. كلر مود دي طول ما هي متحدده على كلر يبقى انت اي حاجه كده هتطبعها بالاسود والالوان. لكن لو انت حبيت تطبع بالابيض والاسود ومش محتاج الالوان، ضغطه واحده على كلر مود هتلاقي اختيارين كلر ومونوكروم. كلر ده زي ما احنا عرفنا هيطبع كل حاجه بالاسود والالوان، لكن لو احنا حابين نطبع بالابيض والاسود ومش محتاجين الالوان فهنختار مونوكروم. سابع اختيار ده البرينتر ما فيهاش طباعه وش ودار فبنسيبها زي ما هي. وبكده احنا حددنا ان احنا هنطبع بالابيض والاسود ومش محتاجين الالوان. هنرجع خطوه لورا ثم نعلم صح على دونت شو ذيس اجين كده، ثم نختار نو، ثم بنختار برنت. اهو زي ما شايفين بتطبع ابيض واسود فقط وما فيهاش الوان. وهتلاحظ انها بتبقى سريعه لما بتطبع بالابيض واسود، ولو فيها الوان هتبقى ابطا سيكه كده. زي ما انتم شايفين دي كانت طالعه حمراء او لونها احمر لما كانت بنطبع في الالوان، زي ما انتم شايفين كده، او زي ما انتم شايفين دي بالكلر ودي بالمونوكروم. الموضوع بسيط كده. طب دلوقتي انا حبيت اطبع صوره على ورق صور فوتوغرافيه عالي الجوده اللي هي الورق الجلوسي. زي ما انتم شايفين الورق بيبقى فيه لمعه كده، تمام؟ وده حجم 4×6 اللي هو 10×15، وده حجم الـ A4. مع العلم ان حجم الـ 4×6 ده بيكون ربع حجم الـ A4، يعني ربع واحد كده بس، تمام؟ طب ازاي نطبع صوره فوتوغرافيه عاليه الجوده؟ الموضوع بسيط جدا. هنشيل الورق ده اللي هو البلان بيبر، تمام؟ وانا هجرب على ورق 4×6 اهي، بنحطها بالطريقه دي كده بالطول مش بالعرض، ونبدا نقفل عليها بالجناب كده عشان ورقه وهي بتتسحب ما تلوحش معانا اهي، تمام؟ ونرجع دي كده، ثم بنختار اوكي هنا كده، كمان واحده كمان واحده، ثم بنروح الموبايل ونشوف هنطبع صوره عامله ازاي. يلا بينا. وعلى سبيل المثال الصوره دي انا عاوز اطبعها، هنعمل ايه؟ هنعمل مشاركه او شير، نختار برنامج كانون، نختار يس، ولو ضغطت على برنت فانت هتطبع الورقه دي بدون ما تعدل في اي حاجه، فممكن الورقه دي تطلع يعني بهتانه شويه، فاحنا لازم نظبط باقي الاعدادات. هنختار الاختيار اللي على الشمال برنت سيتنجز، تمام. نختار بيبر سايز، نتاكد ان بيبر سايز دي متحدده على 4×6 اهي، هي اصلا اتحدده على 4×6. ممكن الورقه دي انت عاوز تطبع على A4 فانت بتختار A4 او بتختار مثلا الورق المناسب ليك، تمام. وتتاكد ان ميديا تايب الاختيار اللي تحتيه انه فوتو بيبر بلس جلوسي 2، ممكن يبقى على البلان بيبر كده، لا رجعها وخليها فوتو بيبر بلس جلوسي 2.
الاختيار الخامس ده وبيظهر في حالة واحدة بس، اللي هو اختيار بوردر، بيظهر في حالة انك بتطبع صورة مش ملف بي دي اف ولا ملف وورد. والاختيار ده لو ضغطت عليه هيظهر لك اختيارين، بوردريد وبوردرليس. لو اخترت بوردريد ده يبقى اي صورة انت هتطبعها هيطلع فيها حواف من الجناب كلها بيضة، يعني برواز ابيض. لكن لو انت اخترت بوردرليس يبقى انت هتطبع على الصورة بالكامل وهتنطبع بدون حواف. فانا طبعا هختار بوردرليس. كده ظبطنا كل حاجة احنا عايزينها. نرجع خطوة لورا ثم بنختار برنت. وبتنتظر ثواني بس لحد ما الطابعة تطبع الصورة. زي ما انتم شايفين طبعت لنا الصوره بكل سهوله، ودي جوده الصوره زي ما انتم شايفينها كده، دي جودتها، دي تعتبر اعلى جوده فيها. الموضوع سهل كده. طب دلوقتي يا ابو حميد انا عاوز اتعلم ازاي اطبع كلمه مرور الطابعه، عشان وارد جدا ان باسورد الطابعه في البوم او استوديو الهاتف اللي احنا عاملينه سكرين شوت تتحذف. عايزين نطبعها دلوقتي، هنعمل ايه؟ هنيجي هنا على شاشه الطابعه كده ونختار زر المفك ده، ثم نختار ديفايس سيتنج، ثم نختار لين سيتنج، ثم نمشي كده ونختار برنت لان تيدلز اهي. طبعا تهمنا الورقه الثانيه، الورقه الاولى ديت ما فيهاش اي بيانات، دي بيبقى فيها بيانات الواي فاي، اما كلمه مرور الدايركت اللي هي الاتصال المباشر في تاني ورقه. او زي ما انتم شايفين دي الورقه الثانيه، هنا بيقول لك الاس اس اي دي، ده اسم شبكه الطابعه اهي، ده اللي انت هتبحث عليها وتقدر تربطها. طبعا الاسم دوت بيتغير من طابعه لطابعه ثانيه، ده اسم الطابعه بتاعتي. والباسورد ده هو ده كلمة مرور الطبعة اللي انت هتكتبه في الموبايل عشان تقدر تطبع من الموبايل بالخطوات اللي احنا شرحناها النهارده. وبكده انتهينا من الموضوع حلقة النهارده. اتمنى ان نال اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. منتظر اي استفسار ليكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.